عشان تشتغلون بعمل تف الا المبلغ الفلاني، انتم الحين الاعلانات مالت السوشيال ميديا عليكم بالعافيه مع اللاين مال بوتيكات مغطيكم عليكم بالعافيه، لكن لا دائما تصيحين تصيحون الداد ما عندنا ما شنو العمل الفلاني، بعدين تقعدون يقولون الفاشينستات اه ياخذون اكثر من زين هم ما يمثلون. يعني منو اللي يمثل؟